السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك. ليه في ناس كتير بتشكر في القلاية دي لونجي، وليه في ناس بتقول إن القلاية مش كويسة وإن السعر بتاعها عالي ومرتفع جدا والكفاءة بتاعت القلاية مش عالية؟ النهاردة بإذن الله هحاول أوضح لك الفكرة وأوضح لك الفرق، وكمان هعمل ريفيو عن إصدارين من إصدارات القلاية دي لونجي علشان أوضح لك الفكرة. الإجابة باختصار هقولها لك في الأول وبعدين هشرح لك الفرق بطريقة مفصلة. باختصار عشان الموديلات مختلفة والموديلات اللي نازلة مش كلها فيها نفس المواصفات، والنهاردة هنشرح لكم موديلين وعرفك الفرق بينهم وهقولك ازاي في تشابه كبير بين الموديلين دول، ومع ذلك في موديل كويس جدا وبيطلع الاكل كويس جدا وموديل تاني لا ومشجعكيش انك تختاريه وانت بتشتري القلاية. الاول خلينا نعرف معلومة مهمة ناس كتير بتسأل عنها، قلاية ديلونجي ماركة ايطالية، وفي نقطة صغيرة جدا عشان تعرفي الموديل اللي انت اخترتيه كويس ولا لا. القلاية ديلونجي اي موديل يحمل رقم ثم اسم شيف، يعني مثلا رقم 1163 الشيف، هيكون الموديل ده كويس جدا لان الهيتر اللي تحت هيكون 1000 واط، غير الموديلات التانية اللي بتكون الهيتر بتاعها 200 واط. طبعا انا متفهمة ان في ناس مش فاهمة الكلام اللي انا بقوله، وعشان كده انا جبت لكم موديلين هشرح ازاي تفرقي بين الموديل الكويس من دي لونجي والموديل اللي مش كويس. خلينا نشوف مع بعض الموديلات. رقم موديل القلاية الاولانية FH1163-1، القلاية التانية FH1394-2. خلينا نسمي القلاية FH1163-1 ان هي القلاية رقم واحد، وخلينا نسمي القلاية التانية FH1394-2 هتكون هي القلاية التانية. لما تيجي تختاري بين الموديلين دول هتلاقي القلاية الاولانية 395x325x270، دي الابعاد بتاعت القلاية. اما القلاية رقم 2 هتلاقيها 395x325x290، وهنا هنلاحظ فرق بسيط جدا في الابعاد. نيجي هنا الاول فرق مهم، القلايتين رقم 1 ورقم 2 هما الاثنين فيهم سخان علوي وسخان سفلي، لكن القلاية رقم 1 هتلاقي السخان العلوي 1400 واط والسخان السفلي 200 واط، بمجموع 1600 واط للسخانين. اما القلاية رقم 2 هتلاقي ليها 2 سخان، السخان العلوي 1400 واط والسفلي 1000 واط، بمجموع 2400 واط للقلاية كلها. القلاية رقم 1 هتلاقيها 50-60 هرتز، يعني ينفع تشتغل في مصر وفي اغلب الدول العربية، والقلاية رقم 2 هتلاقيها 50-60 هرتز بنفس الطريقة هتلاقيها شغالة في اغلب الدول العربية. التردد بتاع القلايتين 240-220 فولت. اما خامة القلاية من بره بلاستيك في القلايتين، مادة الوعاء الداخلية طلاء سيراميك، يعني مادة غير لاصقة وسهلة التنظيف. الغطاء بتاع القلاية في القلايتين غطاء شفاف. الوعاء الداخلي للقلاية قابل للإزالة عن طريق اليد الخارجية. القلايتين هما الاثنين الموديلين فيهم يد للتقليب. مستويات الطاقة في القلايتين 4، التحكم في الهيتر او السخان السفلي يدوي في رقم 1 وتلقائي في رقم 2. الاجزاء القابلة للإزالة ينفع غسل في غسالة الصحون، وعلى فكرة دي ميزة مش موجودة في كل القلايات، فقبل ما تشتري القلاية اعرف ان الاجزاء بتاعتها بتتغسل في غسالة الصحون ولا لا، لان في ناس اشترت قلايات وحطت الاجزاء اللي بتتفك فيها في غسالة الصحون وللأسف الاجزاء دي تضررت. لكن ديلونجي الحلة الداخلية فيها امنة جدا للاستخدام او للغسيل في غسالة الصحون. القلايتين هما الاثنين فيهم ميزة الشوي، وكمان ينفع تعملي فيهم بطاطس، بيتزا، لحمة، خضار، وكمان صالحة للتجفيف الفاكهة او الخضار. القلايتين هما الاثنين بيكفوا 8 افراد. القلايتين هما الاثنين واحنا بنستخدمهم نستخدم مع الاكل اللي احنا بنقليه يكون فيه معلقة زيت، لان في قلايات ممكن نقلي فيها بدون حتى معلقة زيت، لكن قلاية ديلونجي عشان تحصلي على افضل نتيجة مهم ان انت تضيفي معلقة زيت للاكل، عشان كده هما جايبين لك مع القلاية كوب معياري علشان تحطي بيه الزيت. وبنستخدم قد ايه؟ بنستخدم معلقة زيت واحدة مع كل كيلو جرام بطاطس. سعة القلاية من لتر ونص للتر و700 جرام حسب نوعية الاكل اللي طبخ فيها. لو جينا نفرق بين القلايتين، القلاية رقم 1 هتلاقي الهيتر بتاعها من فوق 1400 واط والهيتر من تحت 200 واط، ودي القلاية اللي لما بنستخدمها الاكل مش بيطلع مظبوط قوي فيها، وفي اغلب الناس مش بتعرف تستخدمها كويس، وكمان بتشتكي ان هي لازم تقلب الاكل والاكل مش بيستوي بطريقة متساوية. اما القلاية رقم 2 في عندك السخان اللي فوق 1400 واط السفلي 1000، فدي القلاية اللي كل الناس بتشكر فيها وبتشكر في كفاءتها، لكن القلاية اللي الهيتر السفلي 200 واط دي بتكون ارخص بكتير
كتير من القلاية اللي الهيتر السفلي 1000 واط، والقلايتين هتلاقي فيهم عيب ان الدراع التقليب غير ثابت، يعني ممكن اثناء التقليب تلاقي الدراع اتخلع من مكانه، وده في بعض الاكلات مش في كل الاكلات حسب نوع الاكل اللي انت بتعمليها. العيب التاني وطبعا ده بينطبق على القلايتين، ان الغطاء الشفاف اللي من فوق ده بيمكن فكه وتنظيفه، ولكن لازم تستخدميه بحرص لان الكلبستين اللي في الغطاء بيبوظوا، وكمان الغطاء هو اكتر جزء في القلاية معرض للكسر، فدي نقطة كان لازم نلفت نظر المستخدمين ليها علشان ياخدوا بالهم. وطبعا بتقعدي فترة تستني عقبال ما بتلاقي اصلا قطع غيار، وبيبقى الموضوع صعب وكمان مش حلو ان انت بتستني فترة طويلة جدا عقبال ما بتلاقي قطع غيار، وفي اماكن كمان ما بيكونش متوفر فيها اصلا قطع الغيار. علشان كده لو اشتريتي القلاية دي لونجي تاخدي بالك جدا من الغطاء الشفاف. واخر عيب في القلاية ان بعض المستخدمين اشتكوا ان صوتها بيكون مرتفع نسبيا ومزعجة لبعض الناس. وبكده اكون قدمت لك كل المعلومات اللي عندي النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدك. لو استفدتوا معانا ادعمونا بلايك اشتراك كومنت محفز، ويا رب تكون المعلومات فادتكم. ولو في اي استفسار اكتبه لنا في الكومنتات، ولو في كومنت احنا ما ردناش عليه يبقى احنا ما عندناش معلومات كافية علشان نجاوب على الكومنت ده. والسلام عليكم ورحمة الله.